أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبتي اليوم رمضان. رمضان بين الأسرار المنجية، بين الأسرار المنجية والمخاطر المهلكة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة وأزال به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين صحابته الغر الميامين. معاشر الفضلاء والفضليات، رمضان تاج فوق رأس الزمان وشمس وسط الكواكب وفرصة سنوية لا تتكرر وحمام روحي ومضمار سباق للخيرات، لكنه كما ذكرت في العنوان له أسرار. لرمضان أسرار منجية تنجي صاحبها، وله مخاطر، له مخاطر تهلك من فرط في صيامه وقيامه. سيف حدين، سلام بن زين القبال، تدخل لي إن شاء الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمالنا. أول هذه الأسرار المنجية، أول هذه الأسرار صيام رمضان، هو امتثال لأمر الله، هو امتثال لأمر الله. المؤمن والصالحون امتثلوا أمر ربهم، لن يراجعوه، ما قالوش ربي علاش هذا رمضان هذا وعلاش شهر كامل، لا، عباد مع ربهم امتثلوا الأمر. وامتثال أمر الصيام له سر وخصوصية، كما نقول دائما في رمضان تعيش الأمة الإسلامية كلها درجة الإحسان، كتعيش درجة الإحسان، والإحسان هو أعلى الدرجات، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. الأمة كلها ولله الحمد لا يهمنا الغثاء، الغثاء ما كيهمناش، هذا اللي كيهز الماء، اللي كيكون السيل جاي غثاء السيل، كيكون السيل الهادئ بالمجال كيهز معاه شي شويه ديال القشاوش وديال المعويدات، ما كيهمونا هادو، لكن هذا من الأمة، الأمة كلها جوعى وعطشى ومملوءة من المباحات، امتثال لأمر الله. هذا الامتثال يحبه الله، عندما يمتثل العباد لرب العباد يحبه الرب سبحانه، وكونه يحبه لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقص من ملكه شيئا. الله كيف غير الامتثال، كيف الكون كله يمتثل لرب العالمين، كله يسبح
ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طوعا. ما عندوش كده نمو الأمة، أمة الإسلام في رمضان، وأين أعداء الأمة يخشون هذه الأمة في رمضان؟ كيخافوا منها وكيستعملوا جميع الأساليب باش ما يتصدموش معها في رمضان، لأنها ساعة عيدين تكون متشبتة بركن من أركان الإسلام. يكبر كيتكذبوا على رمضان ويديروا لي حسابه أرقبان. هم يعلمون عظمة رمضان وقوة رمضان أكثر من النحلة. انت من الولد هذا اش كدير في رمضان؟ قوة رمضان سر من أسرار الله. عندما تمتثل لله تعالى طائعا ولو وحدك، خلق الوحد كنقولوا هذه في الدروس صغيرة، واش يمكن شي واحد شي مؤمن مسكين يخط له الجوع في رمضان وبقي ساعة ولا ساعة ويشوف الماكلة محطوطة وما يحطش يديها الماء، وأحيانا يسمع المؤذن يؤذن المغرب كيسمع المدة كيودن كيقول كلنا تيودن المدة ديالي الحرص. هذا الامتثال يا سيدي ربي، هذا السر، هذا المقصد من الصيام كيعطي قوة. أنت محدث فكيف بأمة؟ تصوروا معاشر الفضلاء لو هذه الأمة في أركان الإسلام جميعا وفي أركان الإسلام جميعا متشبثة، كيف غتكون في القوة ديالها؟ ولكن ضيعنا أول هذه الأسرار، أسرار رمضان الامتثال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يؤمن بأن الله فرضه عليه، لا يفرض عليه، ربي انت فرضت عليا أنا كمتاتل. من قام، اشرح الجلسة، اشرح الجلسة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، كتجي تصلي التراويح مؤمن بذلك، فرح بذلك، محتسب الأجر عند الله تعالى. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا. إذا أول أسرار رمضان والاحتساب والإيمان والامتثال. وكان الصحابة في على درجة عالية في الامتثال. نعطيكم غير مثال، كيف الصحابة كانوا مع سيدنا محمد؟ علاش كانوا أقوياء؟ علاش ما كانش يقدر شي واحد لا يستطيع احدا ان يمازحه؟ ما يقدرش واحد يتواس معهم الصحابه، لانهم كانوا متاكلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وتلاحى رجلان في الجامع تخوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسها. وعبد الله بن مسعود قادم يبغى يدخل المسجد جاي، دخل من الباب كيسمع النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لهم: اجلسوا. وجلس سيدنا عبد الله بن مسعود من الباب. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا عبد الرحمن، ما اجلسك في ذاك المكان؟ علاش تبكي؟ قال لي: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلسوا فجلس، خفت ان يغضب الله علي، خفت ربي يغضب عليا اذا خالفتك. والنبي ما كيتكلمش معاه، هو كيتكلم عليك اللي كيتغوطو، ولكن هو جلس. شو الامتثال؟ هذا الامتثال لرب العالمين في رمضان يكسب الأمة قوة. واخا هي مسكينة أمة ضعيفة، أمة ضعيفة الآن متهالكة غارقة في الفتن، ولكن رغم ذلك أعداؤها يحسبون لشهرها ألف حساب. يوم كنا متشدين ديننا كامل، وي وي وي، كنا أصحاب الرياضة، الرياضة ماشي الرياضة، القوة والزعامة باش نشدوها، شدوا ديننا.
هذه الأسرار، وكل متمسك بصيامه قد تكون بوحدك، ما معك حتى واحد، ما تخرجش من ذلك. وهذا يحبه الله ويجيبك عليه في الدنيا وفي الآخرة. هنا ماشي تاني، هنا يقذف في قلبك التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا تكون الأصل. السر الثاني، الأصل من السر الثاني هو تغيير الأوضاع. تغيير الأوضاع، كنت في غير رمضان تصبح على الإفطار وتصد النهار وجبة غداء وفي العشية وجبة كذا وفي الليل وجبة العشاء وكتشرب وكتدير كل شيء. الآن تغيرت الأوضاع، أصبحت مقيدا. الحلال المباح، الطعام والشراب والزوجة، كل شيء قدامك، تغير عن الوضع. وهذا تغيير الأوضاع في رمضان داخل في الأسرار، لأن كذلك هو امتثال من أمر الله تعالى. من الأسرار في رمضان يتحسن خلقك، ما كيبقاش الخلق ديالك في غير رمضان وفي رمضان. كيقول واحد الصحابي جليل جابر بن عبد الله، لا يكون يوم صومك كيوم إفطارك. كذب صحابي يتكلم، عندك تكون بحال تصيم وتحل مصير. لا يكون يوم صومك كيوم إفطارك، فإن صمت فليصم بصرك وسمعك ولسانك. الصيام ماشي حي الجوع جيعان، ما تكون جيعان جيعان وعطشان، لا. واحرص انا كندخل انا وياك كلنا خصنا نحرصوا، كندخلوا لواحد واحد واحد المضمار السباق في اول رمضان، كندخلوا نردوا البال ونقولوا حنا نشدين واحد العباده ونتلبسين واحد العباده. ما يكونش بحال واحد شعبان، بحال واحد رمضان، بحال واحد ذو الحجه ذو القعده. لا، اش قلنا؟ قلنا رمضان تاج على رأس الزمان، لا يتكرر مرتين. الله، تغيير الأوضاع، تغيير الأوضاع ديالك امتثالا لأمر الله، تحسين الأخلاق، خلقك تتحسن. إذا كنت تتحسن هذه الأخلاق بحسب كل أمة، ولكن لا تمشي شوية. أنا صيد ركبا، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخر ولا يجهل. ركب البال، أول الصيف، أول الصيف، الصيف. قول لك الصيف غندير وغندير. ورب شي يدير لي، هل الشريعة تصنعك وتخلقك خلقا جديدا؟ فرمضان كتروح، كتقلبك، كتقلبك. أنا صيف، أنا صيف. وتعلمك سرا آخر اللي هو الحلم. وأين عيرك أحدهم أو شتمك أو قاتلك؟ يقول القتال بالقول، يقول بالفعل. وأنت محافظ على صيامك، علاش محافظ على صيامك؟ كتوجد فيه لأنه غير ينفعك. متى سينفعك؟ يوم يشفعونك يوم القيامة، كما قلنا كم من مرة، يكون غني بالعلم عندما غلبت سيئاته حسناته، وغادي يدير النار كيوقف ورده، كيوقف الصيام، كتحافظ عليه الدنيا. عايرك وصدق ونقسم لك وما عرفش ذلك، كتقول اللهم اني صائم. وقال لك العلماء قولها، خصو تا هو يسمع، هو يدوش بغواك، وخا يصدق اللي عايرك كذا، تصفش ليه. قيل الاحنف لقيس، هذا الاحنف لقيس كان مثالا عظيما في الحلم، كان حليما. قيل له يوم انك حليم. ما معنى حليم؟ تعفو عن الناس، خي يصدق ولا يعايرك ولا يضربك ولا ينقص منك ولا يدي ديالك. قيل له انت حليم، قال لا، انا لست بحليم، انا اتحلم
تحلم كي تعلم كي تعود. إنما العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. والأخلاق أحيانا تكتسب، كيف بعض الناس اللي أعطوا الأخلاق أعطوا الفكرة كتبقى شجاع ولا كريم الفكرة، واحد مسكين بخيل ولكن يتعلم خرج من البخل بدريهم 5 دراهم شديد طويل يقول كما عصبي أنا في الدم ديالي كيدور 360 يقول يتعلم خلي ربان إلى هذا إلى هذا العام كفضل 360 نحيك واحد 60 هذا ربان يحيك واحد 60 ولا تقول لك طلع عمر الاخر نحيك 100 وتقول لي إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. تعودوا شيء شيء لا حين معي معشر الصالحين احنا فين داخلين؟ قلت داخلين في مرحلة وداخلين في دورة كما تقول ديما دورة تدريبية فيها 30 يوم أو 23 يوم فيها شهر ما يمكنش نخرج نخرج من رمضان كما دخلت ليه ما يمكنش. كل منا يراقب قلبه وسلوكه وأفعاله وشو الرسول كيف تحصل ولا كيف تحصل ولا هو غير كيجي وكيعطش. من الأسرار التي تبين للمؤمن أن الموازين تختلف، ما كاينش موازين ديال الدنيا هي ديال الآخرة، موازين ديال الآخرة واحدة أخرى. إياك أن تتأثر مما يصدر منك، هذيك الرائحة ديال رمضان ديال الصيام تنبعث أبخرة فيها رائحة غير لائقة وقد تشمها من نفسك أو من غيرك فتتأذى. تقول لك الميزان الشرعي السر الأخروي لا خلوف فبالصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن ذلك كمثل رجل خرج في جماعة من الناس حسين خبروا عن جماعة من الناس ومعه صرة صرة مسك فأخذ الناس ويعجبون ما نبعث هذه الرائحة ليش هي الرائحة ديال المسك هذيك الجامعة اللي معاه فيها 40 ل 50% كلهم كيضروا به خلينا نشموا واش الرائحة عندك اي عندي خلينا نشموا. الجامعة كلها تعجب من طيب هذه الرائحة وتتوسل إليه وتقترب لتشم هذه الرائحة. قالك النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذيك ريحة تدخل في الفردان راه عن سيدي ربي سر تما كاين عن سيدي ربي فضل من المسك. وأنهي هذه الأسرار أسرار كثيرة أنا أقول من تبعيضية ومن هذه الأسرار فرحك. نحن أغنمنا نفرح بالدنيا الغير ديالنا هذا المتكلم انتهى هو إذا تصدق واحد شي بركة ديال الفلوس كتفرح ولا شريتي شي سيارة مزيانة كتفرح ولا شريتي شي دار كتفرح ولكن كل اللي زاد كاين شي واحد بقى ما تخلي كلشي. لكن الفرح الفرح الصحيح الذي يحبه الله هو الفرح بالطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لما كنت النار مزيان صمتي مزيان لم تغتب احدا وما تغوتي مع حد ما كنتيش الحرام ما خديتي الرشوه ما ظلمتي ما والو وغبتي على المائده وقلتي بسم الله بسم الله وخليتي البركه اللي عندك كتسالي كتفرح الله هذا يوم أضيف إلى سجين سجين رب العالمين. ولك فرحة أخرى عند لقاء ربك عندما يشفع لك صيامه. هذه بعض أسرار الصيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نحافظ عليها. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصا له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذه أسرار ومقاصد
لصيام هذا الشهر المبارك، لكن فلنحذر من المخاطر. الصيام عنده مخاطر، أطلع إلى مكتب البال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان من غير مرض ولا حجة ولا عذر لن يقضي عنه صيام الدهر ولو صامه. لنرى الفرق، الفرق كان وأعلن الحظ على الله، سواء محنو سواء مهم، المشكلة ما عندوش باش تخلصوا هذاك النهار اللي كنتيه، يعني متعمد. ما انت عندك عذر، ما انت مريض، يمكن تهز واحد من الفيديو تقول لنا انا علماني، انا مش شوفوا فيا، دبر راسك راه ترجع، راه مشكله، راه واخا تصوم العام كامل 365 يوم ما تقدرش هذاك النهار. هذه حرمه رمضان، الخطوره في كاين. الخطوره الثانيه، هذا بالنسبه لي ما بغيتش تصوم، راني صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في رواية فلا حاجة لله في أن يترك طعامه وشرابه. رضي الله عنه. راه الصيام الله يجزيكم بخير ماشي هو الجوع والعطش. إيوا أنا صايم جيعان وعطشان، ولكن كنظلم، كندير الزور، أجهل، كنغوت، ضر الجوع مع الزورية، كنغوت. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: وسير تاكل، سير عسى تاكل، ما عسى تاكل، ماشي عسى تاكل، سير عسى تاكل. من لم يدع قول الزور والعمل به، الزور هو البهتان والكذب، وتصريف أفعال. انت صايم كي تاخذ الرشوه، انت صايم وعينك يحمقوا راك يشوفوا، انت صايم وتخذ ضرب واحد وتجيب 20 جنيه يسمح ليا بعد ما عارف فيه راك تمخلق. راه ماشي الجوع. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشربه. فاش يقول بغى يقول لك الحديث ويقول له سلمي إذا ما راك ما صايم في حياتك، إلا ما كانش الفعل اللي أنت داير والالتزام اللي أنت ملتزم والعلاقة بالله في الصيام ما خلاتكش تكون مؤمن ولا معقول في العمل ديالك. جرب راسك راك غير تجيعها. أختي هذا الحديث وكلكم تعرفونه وما نحن إلا كنذكركم. صعد النبي المنبر، انتبه، فلما ارتقى الدرج الأول قال آمين، ارتقى الدرج الثاني قال آمين، ارتقى الدرج الثالث قال آمين. الصحابة كالكاميرات تلتقط يسمعون فيه: يا رسول الله قلت آمين آمين آمين. شهد عندنا من قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، جاءني جبريل وقال لي: من ذكرت رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقلت آمين. اللهم صل على محمد. رغم أنفه من الرغام، حلف فيه نيفه، النيف هو عنوان الكرامة، بما إنسان هزيفه تسمعه بزيف السماء هو الكرامة، يعني كذلك نيجي الكرامة كيتمرك في غيس لأنك سمعت النبي وبديت. اللهم صل على محمد. ومن أدرك والديه ولم يدخلها الجنة رغم أنفه. تدور الوالدين يبقوا عندك تشوفهم التمرين والريوض ومعصبين كيما درتي معاهم عاجل الحال وبزاف الوالد والله يصبرنا لك تعينك عندك فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اذا بقوا عندك والديك ما تجيش الجنه ديالك، اذا بقوا عندك والديك وما دخلتيش الجنه غير سيدي دير وجهك رئيس. والشاهد هو الاخير: رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له. هذا اللي نزلوا 30 يوم، ماشي نهار، فرصة ديال النهار ربيع 20 30 يوم، دوزت 30 يوم كلها وما حسيتش بالمغفرة،
والله عز وجل جعل لكل صائم دعوة مستجابة في كل ليلة أو تجين مرة خمس شتات، ولله عتقاء من النار في كل ليلة بس لجن يوجدون. وفي رواية أبعده الله اللي نزل دال وما خفش الله ما داش قصر ديال المغفرة، أبعده الله. هذه الخطورة. فرمضان سيف ذو حدين، إذا تنبهت لأسراره وتمسكت بها فأنت من المفلحين فالحين، وإذا أخذتك الأخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطرك وأن يمد في عمرك إلى السنة القادمة. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه والأنوار والجميل أزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الصحابة أجمعين وخصوصا الأنصار والمهاجرين وعلى جميع الصحابة أجمعين إنك ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمير البلاد وملكها لكل خير. اللهم هيئه له بطانة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، ترشده لكل خير وتعينه على كل شر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخوتنا المظلومين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن معهم، اللهم ثبتهم، اللهم قوهم، اللهم أدخل علينا هذا الشهر، أدخله علينا إيمانا وتقى ومعرفة ورزقا واسعا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم.